كل محبي وجمهور الدوري الإنجليزي تفاجئوا بلاعب اسمه نوانييري اللي سجل رقم قياسي في منافسات البطولة بعد ما بقى أصغر لاعب بيشارك في المسابقة على مر التاريخ. نوانييري عنده 15 سنة، شارك في المباراة اللي فاز فيها الأرسنال 3-0 على برينتفورد في الجولة رقم 8 من عمر المسابقة. منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز شهدت حالة استثنائية ما بتتكررش كتير على ملاعب البريمير ليج. الحالة دي بطلها لاعب نادي أرسنال إيثان نوانييري، واللي كتب التاريخ في منافسات البطولة بعد ما أصبح أصغر لاعب بيشارك في المسابقة على مر تاريخها. أول ظهور لإيثان مع أرسنال سجله من مقاعد البدلاء خلال فوز أرسنال 3-0 على برينتفورد يوم الحد اللي فات في الجولة رقم 8 من المسابقة. وبعد مرور وقت كبير من أحداث المباراة، قرر المدير الفني للجانرز أرتيتا الدفع بإيثان صاحب ال 15 سنة علشان يحل محل فابيو فييرا. إيثان نوانييري لاعب شاب من لعيبة أرسنال الواعدين، اتولد في 21 مارس سنة 2007 وبيحمل الجنسية الإنجليزية والنيجيرية وبيلعب في مركز خط النص المهاجم. إيثان لاعب موهوب أثبت قوته الفنية بعد انضمامه لأكاديمية نادي أرسنال لحد ما تم اختياره علشان يلعب مع فريق تحت 18 سنة وهو في الـ 14 سنة من عمره. وفي 2021 احتفل بأول ظهور له مع فريق الجانرز تحت 18 سنة بعد ما سجل هدف رائع ضد فريق ريدن، جذب من خلاله أنظار المسؤولين في أرسنال، وده اللي دفع الإدارة الفنية في الفريق إنها تستعين بيه مع فريق تحت 21 سنة. وخلال المباريات اللي شارك فيها اللاعب مع فريق تحت 18 سنة و21 سنة، سجل إيثان 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة. ومع تألق اللاعب في الفترة الحالية، حرص المدير الفني للجانرز على رقابة فريق الشباب بالنادي خلال الفترة اللي فاتت بسبب الإصابات اللي ضربت بعض نجوم الفريق. وهنا قرر إيثان يلفت انتباه أرتيتا بموهبته، ومفيش كام يوم وفاجئ أرتيتا الجميع بضم اللاعب لقائمة أرسنال قدام فريق برينتفورد مع غياب كل من القائد مارتن أودغارد وألكساندر زينتشينكو. وبكده أصبح نوانييري بيحمل الرقم القياسي لأصغر لاعب يلعب في تاريخ البريمير ليج، وقدر يحطم رقم نجم ليفربول هارفي أليوت اللي شارك في عمر 16 سنة و30 يوم لما لعب في نادي فولهام. كمان حطم نوانييري الرقم الخاص بأصغر لاعب شارك مع أرسنال في مباراة رسمية، واللي كان متسجل باسم الأسباني سيسيك فابريغاس لما لعب في إحدى مباريات كأس الرابطة قدام فريق روثرهام سنة 2003 وهو في عمر 16 سنة.